ورحمة الله وبركاته. لنا أيام لها تاريخ. الحدث رحلة علمية لكوبري قصر النيل، التاريخ 27/9/2019. ما نراه الآن هو كوبري التحرير أو كوبري قصر النيل، أقيم عام 1872 لربط القاهرة بشرقي الجزيرة الوسطى. يبلغ طول كوبري قصر النيل 382 متر، عرضه 15 متر. أعيد إنشاؤه 1931 ميلادية، وأصبح من أهم الكباري الموجودة على النيل، ويستمتع أهالي القاهرة وزوارها بالمرور على كوبري قصر النيل نهارا أو ليلا، ويستمتع الشباب بالوجود ليلا لهدوء الجو والنيل العظيم والوقوف على النيل العظيم. كوبري قصر النيل له صولات وجولات، مع ثورتي 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013، حفظ الله مصر وطنا طيبا يحنو على أبنائه، ومنارة عالية تشع بضياءه على العالمين. شكرا.